وطول ما في عندنا أمثلة وناس ماشية بالشكل ده احنا في تحسن مستمر. تعالوا اجيب لكم جانب كده من فرحة لعيبة منتخبنا الوطني، ومن حقهم ان هم يفرحوا، من حقهم ان هم يتبسطوا. النهارده بالمناسبة اول ما جهزوا الفيديو يا شباب قولوا لي، النهارده بالمناسبة كمان انتوا عارفين النهارده الجمعة، والجمعة مليانة كواليس ومليانة تفاصيل، فالنهارده هيبقى عندنا كواليس مهمة جدا جدا في معلوماتي مع ريام حمدي واحمد شوقي، وفي الجزء الثاني ملوك التحليل تامر بدوي واحمد عز، هنفتش في كل حاجه ليها علاقه بمباراه الكاميرون ومباراه السنغال، والهاشتاج بتاعنا النهارده هو كلنا ورا منتخب مصر الفرحه حلوه، تعالوا نعيشها مع بعض. احنا مصريين شمال يمين، احنا مصريين شمال يمين، احنا مصريين شمال يمين، احنا مصريين. عجباني الروح وعجباني الفرحة، هنعرض لكم تاني الفيديوهات مرة تانية. خلونا نروح لكابتن سمير عثمان، تم تعيين الحكم فيكتور جوميز حكما لمباراة النهائي. نعرف انطباع كابتن سمير عثمان ايه عن هذا الحكم وعن بكاري جسامة واللقاء اللي عمله أمام منتخبنا الوطني. كابتن سمير مساء الورد، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور يا كابتن ابراهيم، والف مبروك على النتيجه بتاعت امبارح. الحمد لله. مستحيل كانت تحصل. ها الحمد لله، ده ربنا كرمنا الحمد لله. ايه بكاري جسامه ده؟ ايه ده اللي انا قلته مع حضرتك قبل الماتش ب 48 ساعه هو اللي حصل. ده هو رايح لحاجه معينه ونفذ الحاجه معينه. اما تيجي تفتكر ماتش بتاع امبارح كده، لو عاوز تمسك حاجه لا مفيش انما مبوظها كان الماتش كله. الفاولات بص تحس ان هو ايه، ما سرقش حاجه من الشقه، فاهم؟ ايوه ما سرقش حاجه من الشقه، بس هو دخل بس ما سرقش حاجه من الشقه. بالظبط كده، في حاجه غريبه. واللي بيخش شقه مش بتاعته يبقى ايه؟ يبقى حرامي. غريب جدا والله، غريب والله العظيم. انا ده حكم بس هو طبعا يعني انا بس اسالك، لا هو مش كويس. بص، ومن الاخر هو مش كويس يعني لدرجه يعني انا النهارده يعني انا كاتب كلمه، انا مسؤول عن صحتي، قلت عاوز دكتور نفساني. عايز دكتور نفساني اما بيبرق لصلاح وبيتكلم. شفت كده؟ شفت على الكلام يا كابتن ابراهيم اصلا. شفت كده قبل كده يا كابتن خالص، ده مش طبيعي. ده في كوره اللاعب كان شغال بيبص للتيكت الاحتياطي بره، مش مركز معانا في الملعب، مركز في اللي بره. لا، وكارلوس كيروش قال لك راح لهم قبل المباراه. هل ده متبع يعني يا كابتن، راح لهم قبل المباراه هددهم؟ لا انا دي ما اعرفهاش بصراحه. كارلوس كيروش قال كده؟ هي كده مش طبيعيه يعني. طبعا المعلومه دي انا ما اعرفهاش، ولو ده تم طبعا لا ده بنهزر بقى يعني. بنهزر. هو في هزار اكتر من كده؟ لا يا راجل، ده بيكلم محمد صلاح بيبرق له بيشاور له باصبعه كده، وائل الجمعه جاي بيهدي يروح مشوح له. انت مش شوح لمين؟ شوح لمين ده وائل الجمعه؟ لو انت كنت قدامه في الملعب كان كلو بسنان واقسم بالله. انت عارف اللقطتين عجبوني بصراحه. في نهايه المباراه وما بيعملوا التوس عشان ضربات الترجيح، فهو ايه يعني عاوز يسحب بس ضحكه من محمد صلاح. محمد صلاح وده وشه الناحيه الثانيه. دمه على القلب تقيل قوي بصراحه. الجول الرابع اسمه محمود جاد المرمى. عسل، جميل قوي، راح رقص في وشه. عسل، دي احلى لقطه في الماتش بصراحه. انت خد باله منها؟ قليلين قوي اللي اخدوا باله، راح رقص في وشه. لا حلو قوي قوي يعني. اكش بس ما يكونش اداله كارت احمر ولا حاجه عشان خاطر رقص في وشه دي. فيها يعني. بص يا كابتن سمير، انا هقول لك حاجه غريبه جدا والله العظيم. هقول لك بصراحه انا قناعاتي اتغيرت في الكوره 180 درجه. انا اسف والله ان انا بقول لك كده، بس انا هقول لك يعني. انا لحد قبل البطوله ديت كان دايما عندي قناعات، يا جماعه بلاش، ما فيش حكام بيعملوا كده يعني، لا صعب، لا يا جماعه بلاش بقى، بلاش نظريات المؤامره، ما تروحوش بقى للسكه دي، فاهم؟ كان عندي قناعات ان الكره يعني تكسبها في الملعب. بس الحقيقه يعني انا بقول اهو، انا قناعاتي اتغيرت 180 درجه. انا البطوله دي غيرت لي مفاهيم كتير. لا، في حاجات بتتعمل بره الملعب عشان تخسرك. كابتن ابراهيم، بمجرد تعيين بكاري ده اصلا كان غلط. انت نادرا اما بتبقى في بطوله مجمعه حكم يلعب لفرقه مرتين.
انت لعب لك في ماتش مصر ونيجيريا وكان ليك لكره جزاء بتاعت احمد زيزو ما حسبهاش، وطبعا عمل فيلم قبلها حط ايده على وداني وكانه بيتكلم الفار، وبعد كده قال لك العب الكوره فاكر؟ ايوه فاكر طبعا. وبعد ما لعبنا الكوره وقفنا تاني قال لك لسه الفار بيكلمني، ازاي يعني؟ ازاي يعني والفار قطعت؟ ايوه. وبعد كده لعب ماتش مالي واغنيا الاستوائيه كان فيه ركله جزاء لمالي ما حسبهاش، وعمل نفسه برضه بيكلم الفار، وطلع ان الفار في الماتش ده ما كانش شغال، وعرفناه عن طريق التحقيق اللي اتعمل عشان رئيس الاتحاد فيقوموا معينينه بقى في المباراه قبل مصر كاميرون، ده اقوى ماتش في البطوله طبعا، هو معلم بقى جاي للحته ديت. طيب حبيبك بقى هو اللي هيحكم النهائي ابو طيارتين. ايوه ما شاء الله. بص طبعا فيكتور جوميز غني على التعريف، والميزه الكويسه لا هو مش غني عن التعريف يا كابتن سمير، انا اقسم لك بالله الناس كلها لما كتبت فيكتور جوميز تم تعيينه الناس كلها بقت تعلق ابو طيارتين من ساعه ما انت ما قلت الراجل كان عنده طياره والله ابو طيارتين، فالناس ما بقتش عارفه حاجه غير ان هو فيكتور جوميز ابو طيارتين بسببك، عشان بس تبقى انت عارف. وخلي بالك كمان اللي قال لي المعلومه دي كمان واحد صاحبه قوي كابتن هشام صلاح مصطفى الحكم الدولي السابق، كان بيراقبه كتير وهو يعرفه طبعا قريب قوي منه، وهو كان رجل اعمال طبعا فيكتور، وهو كان قال له المعلومه دي، وبعد كده جاب كمان واحده ما شاء الله على بركه الله على بركه الله. يشغلهم ولا هو يعني لا بتوعه بيتفسح بيهم. يشغل ايه؟ انا فكرت عندها اصلا فكرت مشغلهم على خط ولا ربنا يكرمه. بس واحد يعرف يشغل توك توك، يشغل ميكروباص، يشغل طياره دي جديده يعني، فاهم؟ حلوه يعني. الحمد لله ربنا يوفقه. والجميل في فيكتور يا كابتن ابراهيم انه بيعمل حاجه واحده بس، اللي بيشوفه بيحسبه. خلي بالك من الكلمه اللي جايه، من غير حسابات. ما عندوش حسابات. طيب ناخد بالنا من ايه؟ هو بيلعب فيكتور كان بيلعب في الدوري بتاع جنوب افريقيا من كام سنه، فكان عنده ماتش القمه هناك سان داونز وكايزر تشيف، اربع ركلات جزاء. ما كانش لسه كان في فار ده الكلام ده من كام سنه. ايوه ما عندوش مشكله يعني. طيب ناخد بالنا من ايه معاه؟ يعني اكيد كل حكم بيبقى عنده طباع معينه. لا بالنسبه لفيكتور لجوميز الفريق بتاعنا النصيحه اللي انا اقولها له يستمتع بالكره فقط. الله اخيرا موجود في الملعب اخيرا. والله زي بقول لك ده التاني اقسم بالله والله العظيم يا كابتن سمير انا كان نفسي والله احط ايدي في زوره واجيب الصفاره اللي كان عمال يصفر بيها طول الماتش. بص انت عارف مش ممكن زماره دوشنا بيها. انا وانا قاعد بتفرج في البيت كل شويه بيقول ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وابص له بيعمل حاجات مش طبيعيه. مش طبيعيه يعني. هو الحمد لله هو خد حسنات بسببنا. يوم اول امبارح ربنا بس الدعاء اللي مصر كل صحته يجي ربعه بس من يجعله من حده ومن نصيبه. صدقني يا كابتن ابراهيم بس الفرقه تستمتع في الكوره باذن الله ان شاء الله، ومالناش دعوه بالحكمين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله هيبقى في توفيق للتحكيم المحترم النقي وفرقتين محترمين. السنغال بتلعب كره جميله قوي، ومصر ان شاء الله بتلعب كره جميله قوي بلس الروح. احنا عندنا زياده الروح يعني، الفروقات بتاعتنا بنزودها في الروح. يا رب ان شاء الله ربنا يكرمنا، ويعني يا رب نرجع بالكاس ان شاء الله باذن الله. مسا مسا كابتن سمير، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.